وصلنا محطتنا which is عالم الوسام. عالم الوسام صح. عالم الوسام عشان نشوف كده نجيب أشياء تشكيلات لليوم الوطني. بدأوا اليوم الوطني السعودي حبيبي. كيوت الحركة. هذا وفعلا من يجي مرة يختبر صبر تعرف. لا يجينا حقا بصرف اللي يحتاج. ايوه صح كسرت واحدة اجيب ست. الله حلو الالوان مرة مكتوب هاي ايش. الله هذا مرة حلو ابغى اشتري اكوا. نحن هذا اللي على باب الفصل احس ناخذ ده الكبير. الله مرة حلو. بنسوي توزيعات للناس فممكن ناخذ دي. في العلم النونو احس ممكن ناخذ منه مجموعة. هذول علم ابي اختار اساور للناس. هذا سنة متأكدة اني بدأت ديزاين ولا الديزاين الثاني. او استكرع فين استكرع. في انا سعودية وابن الوطن. اين تقع السعودية؟ السعودية لن تقع. صح. هاي جايز اليوم يوم الفوتوشوت اخر مقطع شفتوه لما رحنا نجيب الاغراض اللي هي العلم وما علم وهذه الاشياء. دحين رايحين نصور اليوم مو هو اليوم الوطني احنا نصور قبل عشان في اليوم الوطني نكون ايش فاضيين مسترخين عشان نحتفل براحتنا. شوف الميك اب كان نفسي يصير لكم فقره انه بحط ميك اب بس كان في حلقه كنت بتفرجها حسيت انه ياها والله يا ناس ما توقعت. فدحين رايحين زي اسطبل عشان نصور انه مع الاحسن. حسينا انه فايب ناشونال داي. رشا حتصورنا وسجا حتيجي. فعاليات جيت معايا اكسترا بناطيل لو تلاحظوا الاخضر لون مختلف ولا واحد فيهم زي لون العلم زي الناس. فقلت على حسب انه باقي المجموعه مع انه شوفوا احس الان لبسته اقرب واحد لمودة. الله صارت خلاص جولدن اور. خلاص وصلنا المحل. طلع شوية بعيد أكثر مما تخيلنا وحنروح نسير مع الحصان. نحن أول ولا الحصان أول ولا إيش اللي بيحصل؟ بتخوف الحصان وقفي مع الغروب شكل خيال. بعد بالحصان عشان لا يتوتر. أنت ما تعرف إن حيواني المفضل اللي كنت بربيه في غرفتي. في غرفتك. حتى مو في بيتي أنا في غرفتي. سمكة. أهلي ما يتضايقوا ويحس إن الفكرة مقنعة ويجيبوا لي. نايس. خلاص في بيت المستقبل لما حنعيش مع بعض نحط في سطوح بيتنا. الله سطوح العمارة. يعني ما ادري حتى سامعيني ولا لا. بحاول انه ابين لكم العالم بس مرة ماني قادر. صوتك صرحتي من الحياة. ليه خفتي؟ هنا عندنا مودة الخوافة. المشكلة ما خفت منهم بس عشان شفت احد لاحظ. صورتين هنا وهنا والباقي روحوا شوفوه في انستغرام وسووا لايك وقولوا او ماي جاد بنات مره فل انتم. قولوا مره الصوره ناقصتها روتانا. صح ايوه كذا اكتب في التعليقات يو ناقصكم روتانا ووجدان لانه ما نادينا. هاي بستيز توداي از ذا داي. اليوم الوطني. دوبي نزلت الصور اللي صورناها روحوا وشوفوها في انستغرام وسووا لايك واكتبوا جايين من الفلوج عشان اكتب لكم كومنت. نسيت البس ساعتي وصورتي احراج. حنروح ذا فيليج نبي نتغدى والسنه اللي فاتت كانوا عاملين كده فعاليه في ذا فيليج لليوم الوطني فلو لحقناها حنصورها لو ما لحقناها اتس اوكي. بعدها حنروح نجيب ماتشا عشان اي كانت ليف ويزاوت ات ناو.
لذيذة وتصحي وتدي انرجي، حبيت. بعدها حنروح الكورنيش، اشتريت اعلام صغيرة، فاكرين في بداية الفيديو لما رحنا جبنا اشياء اليوم الوطني، جبت اعلام صغيرة فحنوزع على الاطفال في الكورنيش، وبعدها حناخذ لنا كذا فرة، بنحاول نلحق العرض حق الطيارات، لو لحقناه حنصوره لو ما لحقناه حنمشي. هدفنا انه نرجع البيت قبل ما يصير الجو زحمة بزيادة، فهمتوا؟ قبل لا يصير انه الطرق تقفل وكذا. لازم احرك دحين، اوريدي شوية متأخرة. Let's go. الله الحلويات كثير فرح. من جد الزواج اليوم. الزواج. في توزيعات للأطفال، حبايبي أطفال الوطن. أوه الله أبا ما أبا. جبنا ده. جبنا حلويات. جبنا هذه. حلاوة مساسة. حلاوة كرز. يلا next. الله. حبيت. مرة شكلها حلو وهي قاعدة تعبى. دي كل الأعلام؟ لا نحن جبنا شكلان. فين الثاني؟ مرة حلو. يلا خلينا ننزل نوزع. شوفوا كيف عندنا توزيعاتنا، بس فيرست فود. ياي. عفوا. وقت الاكل، جبنا اكل اخضر احتفالا باليوم الوطني. شايفين سجا ولا انتم شايفين؟ ما حاسه بدانا. السلام عليكم. الحين حنبدا 1 2 3. خلصنا خلاص من ذا فيليج، اكلنا الحمد لله. الفعاليات طلعت ما تبدا دحين، تبدا انه على المغرب، فهمتوا؟ فلو حنستنى الفعاليات اللي هنا ما حنلحق حتى نرجع بيوتنا. فخلاص دحين حنحرك، حنروح لتس ماتشا عشان ناخذ ماتشا بالبومبا. تخيلوا جينا نخرج من المواقف، خرجت بكل سهوله. اكتشفت انه نظاره سجا لسه في سيارتها، ابى ارجع السياره زحمه، ما اننا قادرين نتحرك. متى لحقتوا سجا؟ هل كان ضروري النظاره؟ بتكلم. ايوه نظارتي ماني لقيتها انا، وهي نظارتي المفضله جبتها من ايوه بالله ارسلوا لي نظاره ثانيه بليز السوداء. اوكي مره تعجبني نظاراتهم لانها مره يعني قويه. مو يعني ما تنطعج لو تحشر جوة الشنطه. كل شيء يتكسر مع بعض. ار يو اوكي؟ امانه جيبي لي نظاره. حاضر. فدحين حنروح نجيب لتس ماتشا، وبعدها حنحرك على الواجهه البحريه، مع انه من جد ما اعتقد انه حنلاقي حتى يعني موقف. قاعده اقول لو انه كان مره زحمه فعند الكورنيش مستحيل حتى نوقف، ولا في امل انه نوقف، عادي نكملها كده فرتين ونحرك، نطلع العلم ونضحك ونشوف الناس ونصفق وزي كذا. اسلم المهمه للتصوير هذه الفقرات لسجا، لو ما صورت وانتوا ما شفتوه روحوا تفاهموا معاها، ححط حسابها هنا سجا بن عفيف في انستغرام، نفسه برضه في سناب شات. يلا باي. بما انه مره قاعدين نطول في الاشاره فقررنا نبدا نحط فقره الميك اب. ايش اسوي؟ اسوي خط خط زي حق الكوره، ابيض ازرق ابيض ازرق. انا فين يا جماعه؟ انا جانتين. عم تسوي قلب. تسوي قلب اخضر قلب ابيض؟ احلى. لا سوى الظل، لقيت انا اسوي ظل. هذه اشبه. هذه اشبه، حطت فوق عيونها على طول. علم؟ كم انتو؟ عندك اخو؟ معك احد؟ كمان واحدة؟ واحدة ثانية. تفضل. بالعافية. وانت بخير. وانت بخير. باي. كيوت الاطفال، شقوا حتخيل من سيارتهم وجا اخذ علم، مره كيوت. اكمل على كل الجفن ولا زي ما هو نفس الحجم؟ احس يعني بس انه نفس الحركه بس على الرضيع عشان يبان، يعني شايف عيوننا قديش ما شاء الله. ظاهر الاخضر بس في دل الاشاره، الابيض في الاشاره اللي بعدها. ياي الله حبيت. أحب الغباء. هذا السعودي فونك فونك، هذا السعودي فونك فونك.
ذا بس ماتشا في لتس ماتشا اخذ اللي فيها بابا اتس سو جود حب ده عشان فيه لو تو اوف ماي فيفرت درينكس ماتشا وبابا توجذر اه الكوكي حقي شكلك خليتني اشيل كل العفش وقاعده اموت هي ماشي خفيفه تتمخطر انا ما قفلت السياره واو في مخي يعني مو بس شغال انه مفتوحه شغاله بتطلع مكيف شعبنا حلو والله شعبنا حلو ما يسرق السيارات مره تفاجأت وقاعده امشي بعيد واشوف الانوار شغاله وانا اللي هي معاها الريموت بالسبرايز بسوي تيستس شويه تخربت خطتنا لانه احنا كنا حاسبينها بالوقت بس بعدين يعني ما حسبنا حساب الاشارات في الوقت فهمتوا كانت الخطه انه احنا نكون هنا 4 صح دحين الساعه 6:30 يعني الفرق ساعتين ونص في الخطه كاملة مو نص ساعة. أوه. نبي نبدأ نتوجه على the village ويصير مرة واحدة نروح ندخل نصور الرقصة والفعاليات ونمشي. إيز معلش ما اديتكم update الابديت هو إنه دحين رايحين على the village ما حد نقدر نروح الكورنيش لأنه من جد بدأت الزحمة وصار طريق الملك واقف فالحمد لله نقدر نخرج منه بسهولة يعني مو بسهولة بس يعني بسهولة وهون علي إني شفت بنات في الشارع وكانوا ماشيين وأنا كنت ماشي وسوينا حركة اللي إنه ياي بعدين سويت إنه منال ورا اللي ياي ودتني شكلي فأنت حتعرفي نفسك اللي يديتيني هذا في طريق الملك I love you بديتهم من توزيعات أنا مرة انبسطت بعدين قضيناها قاعدين نوزع الناس في الشارع كل ما أحد وقف جنبنا عدينا زي كذا مرة يا الصراحة كل الناس مبسوطين أحب اليوم شعب حلو جايز رجعنا ذا فيليج كانت الخطه بس ناخذ سياره تسجل بس الصراحه الظاهر انه في فعاليات قاعدين تسمع صوت الطق هناك في كذا حركات اعتقد في فرقه فاني بنروح نكتشف ايش بيصير نتقضى عشان دحين حنخلص الفعالية في بيت كيمو هاي بستيز معلش ما صرت لكم ولا حاجة في بيت كيمو بس الصراحة دخلنا وكانوا ناس جدد بالنسبة لي فأز لك هاي بعدين قعدنا لعبنا وفزت على سجا مرتين لا تصدقوها لو كتبت أي شيء ثاني في الكومنت طبخنا وأكلنا ومرة كان أكل لذيذ وكذا يعني كان يعني كانت نهاية ممتعة ليوم وطني ممتع من جد مرة انبسطت يعني أنا عادة مرة يعني أخاف أو أشيل هم إني أخرج أسوي فعاليات في اليوم الوطني لأنه دائما يعني زحمة فهمتوا يعني أخاف من الزحمة وحتى الفيديوهات لما أشوف الناس إنه يا الله مرة مبسوطين مرة حلو فعاليات ويسووا بالعالم في السيارة بس لما طالع كده حوالين في الفيديو كده حوالينهم اللي زحمة everywhere زحمة زحمة فمرة شلتها بس الخطة اللي سويناها كانت رائعة بشكل يعني ما شفت زحمة إلا في طريق الملك لما خلصنا من Let's Match كنا خلاصنا بنرجع The Village كان في زحمة في طريق الملك وما طولنا فيها يعني ما جات حركة اللي كده واقفين ونمشي كده فهمتوا اللي حبة حبة ما جات هذه الفقرة يعني زحمة بس إنه اللي عادي ماشيين كلنا مع بعض ومن جد يعني تخرج وتشوف الناس وتشوف فعاليات اليوم الوطني حس يعني أخرج من بدري من العصر زي كذا فهمتوا ولما يبدا الوقت يتاخر لو ما تبوا ترجعوا بيوتكم يعني احس اطلعوا على الشمال يعني لا تروحوا نص البلد فهمتوا اللي زي انتم عادي عندكم الزحمه اوكي وبس والله مره انبسطت اتمنى ان انتم انبسطتوا في فعاليات اليوم الوطني كل سنه والسعوديه واهلها وشعبها مبسوطين يا رب اكتبوا في التعليقات ايش تبوا تشوفوا فلوقات ثانيه في الاسابيع الجايه ولا تنسوا لايك واشتركوا في القناه واشوفكم الاسبوع الجاي باي